التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وهكذا نجدد التحية واللغة في استمرارية انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم وشوطنا التاسع الذي تمت انطلاقته بعون من الله وتوفيقه الخاص بالإبكار لقاية أول إذاعة المحليات الأصايل. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع بعد ما شاهدنا الأشواط المفتوحة. نسير مع أول أشواط المحليات لأبناء الغبايل ونسير إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهذه هي أيضا عرابة، عرابة على المقدمة، علي بن سالم بن علي السبوسي يتحرك على المركز الأول والبداية الأولى، بينما نغلتنا على المركز الثاني لأتابع اللي غادمة، هذه هي المسكة، عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي يتقدم على ثاني المراكز، بينما نتأخر قليلا إلى المركز الثالث لنتابع الوصول في هذه الانطلاقة من قبل المايدية سهيل بن محمد بالذويب العامري يتحرك على مستوى المركز الثالث، بينما في رابع المراكز اللي تقدمت إلى المركز الرابع، وهذه هي الفارعة، سعيد بن عوض بن خويتم العامري المركز الخامس، من تقدمت هذه نيران سهيل بن سالم بن حمرور العامري في خامس المراكز وسادس التحديات، وصلت هدنة خلفان بن نايع بشاوي الغفلي يقدم لنا هدنة على المركز السادس، بينما في المركز السابع اللي وصلت الآن اللي تقدمت ميزة عبد الواحد بالخزع بالهركي العامري على المركز الثامن، بينما في تاسع التحديات وصلت من حاف علي بن سالم المهبوبي الشحي، وعاشرا هادي هملول سهيل بن محمد بن حماديه العفاري يتحرك على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندعينا للعشرة المراكز الأولى، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية والريادة التي تدور نحو مقدمة هذا الشوط.
عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. هذه هي عرابة، عرابة لعلي بن سالم بن علي بن سلطان السبوسي على مقدمة الشوط على البداية الأولى في هذه اللحظة. لكن المسك، المسك تتحرك مع الكيلو والمتر الأخير، يتقدم في هذه اللحظة عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي مع أيضا أحمد بن عتيق اللي يتابعها بالتضمير، وعبد الله بن عتيج يراقبون هذا شعار وإنجازاته وبطولاته. روح يا الناطق الرسمي، روح روح، الله وياك مع هذه الاندفاع. المركز الثالث من حافل علي بن سالم المحبوبي الشحي يتحرك على المركز الثالث. المركز الرابع ظن علي بن محمد بن علي العيسائي، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى منحاف، إلى منحاف، راحت منحاف، انطلقت منحاف. علي بن سالم المحبوبي الشحي يسير نحو الفوز، يسير نحو الانتصار. المركز الثاني هنا المسك، عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي في المركز الثاني في هذه اللحظة. لكن خلاص الشحي غادر، الشحي غادر بالفوز وبال انتصار. علي بن سالم المحبوبي الشحي ينتزع الفوز، ينتزع الانتصار لحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت المسك، وصلت عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي. المركز الثالث كان الوصول من عرابة لعلي بن سالم بن علي السبوسي. التوقيت الزمني 7:48. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.